استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى أيده الله ورعاه في قصر الصخير مساء أمس المهنئين من أهالي محافظات المملكة الجنوبية والعاصمة والمحرق والشمالية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار اللقاءات التي يحرص جلالته على عقدها مع رجالات البحرين الكرام في هذا الشهر الفضيل. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. خير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر لكم بداية وصلكم الطيب الذي نسعد به على الدوام، ونحييكم في لقاء سنوي نحرص على إقامة ابتهاجا بقدوم شهر الرحمة
والغفران بقيمه ومعانيه النبيلة الداعية للخير والصلاح. فتهانينا الخالصة لكم جميعا على بلوغ أيامه المباركة، سائلين المولى أن يتمم علينا فضله بقبول صالح أعمالنا فيه. الحضور الكريم يحدون الفخر والاعتزاز بمواقف أهل البحرين في كافة المحطات وعلى مر العهود، فقد كان لرجالها ونسائها على حد سواء خطاهم الثابتة في إثراء مسيرة البناء الوطني عطاء وعلما وعمرانا، حيث عملوا بكل إخلاص على رعاية ثوابتنا الوطنية وتأصيل قيمنا الإنسانية، مجسدين في ذلك أرقى وأرفع درجات المسؤولية أمام كل ما يمس أمننا واستقرارنا. وأننا لعلى قناعة تامة بأن نسيجنا الوطني الحي لهو خط دفاعنا الأول لتماسك جبهتنا الداخلية بقدرتها الثابتة على صد كافة أشكال العنف والتطرف وإحباط أي محاولات لإثارة فتن شق الصف، بالابتعاد عن سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي يجب أن تستخدم لما فيه خير البلاد وشعبها، وأن تكون معول إصلاح لا هدم. ولقد وجهنا في هذا الشأن الأجهزة الأمنية المختصة لوضع حد لذلك وبحزم، ولا مكان بيننا لمن يتطاول على القانون. ولا يسعنا في إطار ما تشهده ظروفنا الإقليمية من تطورات ومستجدات إلا أن نشيد بالجهود الكبيرة التي يبذلها أخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي نرحب بمبادراته السباقة ودعوته الكريمة لنا بالمشاركة مع الإخوة قادة الدول العربية والإسلامية في اجتماعات مكة المكرمة، مؤكدين على وقوفنا بجانب مساعيه المباركة من أجل توحيد مواقف المسلمين وإعلاء شأنهم. وفي الختام لا يسعنا إلا الترحيب بكم مرة أخرى، وأن نعرب لكم عن سعادتنا البالغة بلقائكم والسؤال عن أحوالكم والاستماع إلى تطلعاتكم، مبتهلين إلى الله عز وجل أن يعم السلام والوئام بين شعوب العالم أجمع، وأن يعيد علينا موسم الطاعات والعبادات والجميع بأفضل حال، ووطننا الغالي يزهو بأمنه ورفعته ورخائه. إنه سميع مجيب الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الجلالة، أيها الحضور الكريم، كلمة أهالي محافظة العاصمة يتشرف بإلقائها أمام جلالتكم الدكتور حسن حميد لاريض. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، حفظكم الله ورعاكم أصحاب السمو والمعاني والسعادة، الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرة صاحب الجلالة، باسمي وباسم أهالي محافظة العاصمة نرفع إلى مقام جلالتكم أطيب التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك
عاده الله على جلالتكم وعلى حكومتكم الرشيدة وشعبكم الوفي وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. كما نقدم أسماء آيات الشكر والعرفان لجلالتكم على إتاحة هذه الفرصة العظيمة لوجهاء وأهالي محافظة العاصمة للتشرف بلقاء جلالتكم في قصركم العامر. وفي هذا الشهر الفضيل وأمام هذا الجمع المبارك من أبناء العاصمة نجدد لجلالتكم العهد والولاء، مقدرين عالياً حرص جلالتكم على التواصل مع أبناء شعبكم الوفي. حضرة صاحب الجلالة، يهل علينا الشهر الفضيل ونحن بفضل من الله ثم بفضل حكمة جلالتكم ودوركم المشهود مع أشقائكم من قادة دول مجلس التعاون الخليجي ننعم بالأمن والاستقرار والسلام في مملكة البحرين وفي هذه المنطقة الحيوية من العالم. ومع إطلالة هذا الشهر الفضيل تغمر نفوسنا البهجة والسرور باللقاء التاريخي المتجدد مع جلالتكم حفظكم الله. ذلك اللقاء يجسد نهج التواصل كأسرة واحدة، فما أروع هذا المشهد الذي يجمع ربان السفينة وقائد المسيرة مع تلك الجموع من أبناء شعبه في تلاحم وطني رائع بين القيادة الحكيمة والشعب الوفي، ما يعبر بصدق عن تماسك جبهتنا الداخلية ونسيجنا الوطني الذي نعول عليه في التصدي لمثيري الفتن ومن يحاول شق الصف الداخلي، وكذلك الوقوف في وجه العنف والإرهاب أيًا كان شكله أو مصدره. فلا عجب أن تزدان هذه الليلة المباركة بالمسرات وتنبض فيها القلوب بالمشاعر الصادقة حبًا وإخلاصًا لمقام جلالتكم السامي. ولا غر أن تصدح المآذن في هذا الشهر الكريم بالدعاء لجلالتكم متضرعه للمولى عز وجل أن يحفظكم بعين رعايته لتظل البلاد واحة أمن ورخاء وساحة بذل وعطاء وإخاء في ظل قيادتها الحكيمة. إن محافظة العاصمة التي تشكل أكبر تجمع سكاني في مملكة البحرين من المواطنين والمقيمين والزائرين مثلت على مر العصور والأزمان نموذجاً فريداً في التسامح وواحة للتعايش بين كل المذاهب والطوائف والأديان والأعراق، وهي اليوم بفضل توجيهات جلالتكم ماضية لمزيد من التطور والازدهار والعمران لتضاحي عواصم البلدان الراقية. حضرة صاحب الجلالة، إننا نستحضر بكل فخر واعتزاز مظاهر التعبير بكل صدق وإخلاص لجلالتكم حين قال شعب البحرين كلمته نعم للميثاق بأغلبته الساحقة في مباركة شعبية قل نظيرها في التاريخ المعاصر. عقدان مزهران مضيا على أجمل اللحظات المحفورة في ذاكرة الشعبية حين احتشد فيها كل البحرينيين حول جلالتكم في جميع مناطق وقرى البحرين، لتشهد حينها مملكة البحرين انتصاراً وطنياً صنعه فارس المقدام استشرق المستقبل في بناء الدولة العصرية، انطلاقاً من مشروع وطني شامل للتحديث والمشاركة والديمقراطية، لتحظى المملكة بفضل ذلك بثقة المجتمع الدولي وتعزز موقعها على خارطة البلدان التي تحظى بسمعة متميزة في المشاركة الشعبية وفي مجال حقوق الإنسان والتوافق الوطني بغض النظر عن الانتماء الديني أو العرقي أو الفكري. حضرة صاحب الجلالة، إن الصورة المشرفة التي بلغتها المملكة والإنجازات العظيمة التي تحققها الأرض خلال عهدكم الزاهر والسمعة الطيبة اللي اكتسبناها عالمياً لتحتم علينا واجب الحفاظ عليها وصونها وإترائها من خلال رص الصفوف وترسيخ وحدة الشعب يجمعنا الولاء للوطن والمليك متكاتفين على أسس قيم ديننا الحنيف وأعرافنا وتقاليدنا العريقة التي تمثل ماضينا التليد سائرون نحو الحاضر المشرف والمستقبل الزاهر لوطن الغالي وأبنائه البررة. ونحن في غمرة اعتزازنا وفخرنا بمجدنا الأصيل الذي سطر فيه أجدادنا مآثر وتضحيات في سبيل وحدة وطننا واستقلاله وازدهاره نستحضر مقتطفاً من كتاب التحفة النبهانية التي قال فيها كاتبه:
ومنذ يوم اشتهرت هذه الفقيدة بآل خليفة إلى الآن ولم تزل إن شاء الله إلى منتهى الأزمان. خلد الله ملككم ملكه وعز شوكتهم وجعل النصر حليفهم، فإنهم لم يزالوا خلفاء في الأرض يحكمون بين الناس بالقسط، كيف لا وهم أهل المجد الباذخ والشرف الشامخ. تلك شواهد تاريخ نستذكرها بكل الفخر والاعتزاز، وسنظل يا جلالة الملك المفدى نحافظ على وطننا ونصونه وندون عنه غير عابئين بما يثار من حين لآخر عن مملكتنا الغالية من قبل أطراف خارجية تكن لنا العداء. فنحن جميعا يا جلالة الملك جنود رهن إشارتك لأجل الدفاع عن البحرين أرضا وشعبا. وهذا الجمع المبارك من أعيان وأهالي محافظة العاصمة جاء ليجدد لجلالتكم البيعة والوفاء والولاء، وليعبر لجلالتكم عن عظيم الشكر والامتنان على ما حظيت وتحظى به مملكة البحرين عامة ومحافظة العاصمة خاصة من اهتمام ورعاية كريمة من لدن جلالتكم، وفقكم الله ورعاكم. حضرة صاحب الجلالة، إن أهالي محافظة العاصمة ليقدرون عاليا مبادرات جلالتكم الخيرة ويوجهون لجلالتكم خالص الشكر وعظيم الامتنان على أياديكم البيضاء ومكرماتكم الجمة من أجل البحرين وأهلها، والتي تواصلت منذ 20 عاما، ولقد أثلجتم الصدور وأسعدتم الأنفس وأفرحتم القلوب يا جلالة الملك بتلك المبادرات، وذلك ليس بغريب على ملك كريم ورث المجد والسؤدد كابرا عن كابر من آل خليفة الكرام. اللهم احفظ مملكة البحرين ومليكها المفدى وشعبها من كل شر ومكروه، وبعد عنا كل حاسد بغيض يريد الشر بهذا الوطن ورموزه وأهله، وانصرنا على من يريد تصدير الأزمات والمشكلات التي اكتوت بها مجتمعاتهم المأزومة، وأننا لنشدد في هذا الصدد على الابتعاد عن سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لما لذلك من دور هدام للمجتمع، مشيدين في الوقت ذاته بما تتخذه الأجهزة الأمنية لوضع حد لذلك ولحفظ كيان المجتمع. أعزكم الله جلالة الملك وعز ملككم ونصركم كما عز أجدادكم من آل خليفة الكرام، وها نحن ذا سدا منيعا وبنيانا مرصوصا رهن إشارتكم ندور عن البحرين ملكا وحكومة وشعبا. وفقكم الله جلالة الملك وسد لخطاكم ووفق حكومتكم الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء. وفي الختام نتضرع إلى المولى عز وجل أن ينعم على جلالتكم بطول العمر، وأن يديم عليكم موفور الصحة والعافية، وأن يحفظكم لمواصلة مسيرة الخير والنماء والإصلاح لمملكتنا العزيزة، وأن يحفظ أمن واستقرار وسلام مملكة البحرين وخليجنا العربي، مؤكدين لجلالتكم أن أهالي محافظة العاصمة على العهد يبادلونكم الحب والولاء والإخلاص والطاعة. ودمتم سيدي ودام عزكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتشرف الآن فضيلة الشيخ الدكتور هشام حسين راشد الرميثي بإلقاء الكلمة التالية أمام جلالتكم نيابة عن أهالي محافظة المحرق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مولاي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظكم الله ورعاكم أصحاب السمو والمعالي والفضيلة والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لشرف عظيم لي يا صاحب الجلالة أن أقف بين يدي جلالتكم حفظكم الله ورعاكم في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان، ممثلاً عن أهالينا بمحافظة المحرق، لأرفع إلى مقامكم السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة
دعينا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة وأمثالها على جلالتكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعبكم الوفي بدوام العزة والرفعة والازدهار في ظل عهدكم الميمون، مجددين لكم يا صاحب الجلالة البيعة والولاء والطاعة التي أمرنا الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. هذه هي المحرق يا صاحب الجلالة، تعلنها مدوية بأطيافها كافة، شيبانها وشبابها ورجالها ونسائها، إنهم يساندون قيادة جلالتكم ويقفون معكم حفظكم الله ورعاكم صفاً واحداً، وعهداً علينا ورثناه عن الآباء والأجداد، ونسير عليه لنحمل رايات الولاء وصدق المواقف والوفاء والإخلاص والأمانة والتأييد والمحبة جيلاً بعد جيل، مقدمين الأرواح للذود عن الوطن وأهله ومصالحه وحفظ البيعة والولاء، وأن تزخر مملكة البحرين بثوب العزة والازدهار في ظل حكم آل خليفة الكرام. سيدي صاحب الجلالة، إن تاريخ محافظة المحرق يتجدد بماضيها الجميل، وما قدمه الآباء والأجداد يكتب بماء الذهب مع حكامهم الأوائل من آل خليفة الكرام، حيث كانت المحرق عاصمة للدولة آنذاك ومقراً لإدارة مملكة البحرين في ذلك الوقت. وإذ تحتفل مملكة البحرين بمئوية التعليم وانطلاق أول مدرسة نظامية بمملكة البحرين، مدرسة الهداية الخليفية التي كانت النواة الأولى التي تخرج فيها الرعيل الأول الذي ساهم في تبوء مملكة البحرين المكانة المرموقة العالية في المحافل الإقليمية والدولية. إن جهود جلالتكم خلال 20 عاماً الماضية، والتي تشكل عقدين ذهبيين من تاريخ مملكة البحرين التي عظمت فيه المنجزات البحرينية ونجحت في تخطي العقبات والظروف كافة التي مرت بها المنطقة بكل حكمة واقتدار، من خلال رؤية ملكية وفق استراتيجية اقتصادية ووطنية تعزز الاستدامة والتنافسية بما يسهم في بناء حياة أفضل للمواطن البحريني. وإذ نستذكر في هذه الليلة المباركة جهود جنودنا البواسل وقواتنا المسلحة لدعم عودة الشرعية في اليمن ضمن قوات التحالف بقيادة حاضنة الأمة العربية والإسلامية المملكة العربية السعودية، ضاربة أروع الأمثلة في التضحية والفداء في ميدان الشرف والكرامة في الذود عن الوطن ومقدراته. وما تخصيص جلالتكم اليوم 17 من ديسمبر في كل عام إلا اعترافاً بما قدمه شهداءنا الأبرار قديماً وحديثاً من تضحيات نبيلة للذود عن دينهم ووطنهم، وستبقى خالدة في ذاكرة الوطن، تكتب بماء الذهب، سائلين المولى العلي القدير أن يتقبلهم في الشهداء الأبرار ويجعلهم مع النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا. صاحب الجلالة، يشرفني بهذه المناسبة أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لتلبيته احتياجات المواطنين وجعلها أولوية وطنية لدى الحكومة، فضلاً عن التوجيه المستمر للوزراء لزيارة المدن والقرى للالتقاء بالأهالي والمواطنين لرصد متطلباتهم والتوجه على آثارها لوضع خطط استراتيجية من أجل الارتقاء بعمل الحكومة. والشكر موصول لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لجهوده في خلق البيئة المحفزة للإبداع والابتكار والتميز والاستثمار في الشباب البحريني بما يتوافق مع متطلبات القرن 21، فضلاً عن دعم المشاريع الاقتصادية
والتجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتدفق رؤوس الأموال من خلال رؤية اقتصادية 2030، مما أسهم في جعل البحرين واحة خصبة للاستثمار لتطوير التنمية في المجالات كافة، وانعكس ذلك على تحسن مستوى معيشة المواطنين وانخفاض مستوى الدين العام بنسبة كبيرة. وما ذلك إلا نتيجة لتوجيهات جلالتكم المستمرة، كما نثمن الدور الكبير الذي ينهض به المجلس الأعلى للمرأة بقيادة قرينة جلالتكم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في دعم المرأة البحرينية في المجالات كافة واندماجها في المشروع الإصلاحي لجلالتكم لتحقيق التنمية المستدامة وفق خطط وبرامج نوعية أسهمت في إبراز مكانتها وتمثيلها والدفاع عن مصالحها ومكتسباتها في المحافل المحلية والإقليمية والدولية. إن أهالي المحرق يرفعون لجلالتكم أحر التهاني وأطيب التبريكات لما تحقق في عهدكم الميمون من إنجازات مميزة على الأصعدة كافة، خاصة تلك الإنجازات الرياضية التي حققتها المملكة مؤخراً في ألعاب القوى في دورتها 23 من بطولة آسيا، والذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها الرياضة البحرينية في مختلف المحافل الرياضية القارية والدولية التي عززت من مكانتها المرموقة التي تحتلها مملكة البحرين على خارطة الرياضة العالمية، مشيدين بدور أنجالكم في ذلك صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالتكم للأعمال الخيرية رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية. كل هذا تأكيد للعهد الزاهر لجلالتكم، فأبناء البحرين يستمدون عزيمتهم من خلال توجيهاتكم، واضعين نصب عيونهم رفع علم البحرين في المحافل الدولية كافة. ختاماً يا صاحب الجلالة، فإن أهالي المحرق يعلنونها مدوية معكم يا صاحب الجلالة صفاً واحداً بقيادتكم الرشيدة ومع موقف البحرين الثابت مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ونكرر تأكيدنا على وقوفنا التام مع الأشقاء وما يجمعنا من وحدة المصير والدين والعروبة، وهو موقفنا الثابت النابع من توجيهاتكم السديدة خلال الجلسة التي ترأستموها في الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع. كما نؤكد فخرنا واعتزازنا بجنودنا البواسل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني، كما نثمن دور وزارة الداخلية في إشاعة الأمن والأمان واتخاذ الإجراءات الصارمة لكل ما يهدد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي والشائعات المسيئة والمقرضة وكل أشكال العنف والتطرف لإثارة الفتن وشق الصف، مستذكرين في ذلك الثوابت الوطنية وعاداتنا وتقاليدنا العربية والإسلامية الأصيلة ووحدة الصف والكلمة وما يميز مملكة البحرين من صور حضارية رائدة رسختها قيادتنا الرشيدة في التواصل المجتمعي لتصبح نموذجاً يفتخر به بين شعوب العالم. صاحب الجلالة، إن مملكة البحرين تعيش في ظل عهدكم الزاهر في واحة أمن وأمان وتعايش سلمي يسوده التسامح والحوار بين كافة الأديان والمذاهب والطوائف، وبحكمة جلالتكم وصلت البحرين إلى مصاف الدول المتقدمة، مؤكدين فخرنا بقيادتكم الرشيدة كونها شريكاً فاعلاً في استتباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، انطلاقاً
من حرص مملكة البحرين على العمل الجماعي وفق رؤية دولية وجماعية متقاربة تجاه ما يشهده العالم والمنطقة من تحديات، مع دعم الجهود والمساعي لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة بما يحقق الخير والرفاهية للشعوب. هذه هي المحرق دائماً وأبداً يا صاحب الجلالة، في ماضيها وحاضرها ومستقبلها بين يديكم، تجدد العهد والولاء والوفاء، سائلين المولى العلي القدير أن يحفظ جلالتكم وأن ينعم عليكم بموفور الصحة والعافية وأن يجعلكم مفاتيح للخير والبر والتقوى. عاشت البحرين في عهدكم الزاهر وفي عهد آل خليفة الكرام، وكل عام والبحرين بخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الجلالة، أيها الحضور الكريم، كلمة أهالي المحافظة الشمالية يتشرف بإلقائها أمام جلالتكم السيد إبراهيم راشد الدوسري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين وعنا معهم أجمعين. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أهل البلاد المفدى، حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لشرف عظيم أن أقف بين يدي جلالتكم حفظكم الله ليعبر عن مكنون الولاء والانتماء بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي المحافظة الشمالية، ضارعين للمولى عز وجل أن يعيد شهر رمضان المبارك على جلالتكم أعواما عديدة، وجلالتكم ينعم بموفور الصحة والسلامة وطول العمر. هذا الشهر الفضيل يحمل بين طياته عبادات تقربنا للمولى عز وجل، وعادات تأصلت فينا وعززت تواصلنا كأسرة واحدة في كنف الرعاية الأبوية لجلالتكم حفظكم الله، وتعكس وحدتنا الوطنية وقوة نسيجنا الوطني الحي الذي نعتبره خط رفاعنا الأول، وتماسك جبهتنا الداخلية في صد كافة أشكال العنف والتطرف البغيض وأحباط أي محاولات فاشلة لإثارة الفتن وشق الصف الواحد، والذي تأتي نابعة من أصالة قيمنا الإسلامية السمحاء. وإنها المناسبة عظيمة أن نستذكر فيها عقدين من الزمان سطرهما جلالتكم لشعب البحرين الوفي بأحرف من نور، عقدين ذهبيين توجهما جلالتكم بمشاريع إصلاحية وتنموية مشهودة نقلت البحرين إلى مصاف الديمقراطيات العريقة، وجعلتها في مصاف الدول الراعية للتسامح والتعايش والسلام بين جميع مكونات أبناء الشعب في أحضان الوطن الواحد. وتوجت جهودكم حفظكم الله المعطاء بإصدار أمركم السامي بإنشاء مركز حمد العالمي للتعايش السلمي، الذي يقف اليوم شامخاً وشاهداً على عصر التسامح والتعايش اللذين نستشعرهما في مملكتنا الحبيبة. وخير دليل على ذلك تهافت الكثير من أبناء الدول المختلفة على أرض مملكتنا الحبيبة، واختيارهم البحرين كدولة مفضلة للعيش على أراضيها وفي ربوعها، والتنعم بما حباها الله عز وجل من ازدهار وخير ورخاء، الأمر الذي ما كان يتحقق لولا رعاية المولى وتوفيقه، ثم رؤية جلالتكم
الثاقبة في قراءة واستشراف المستقبل الزاهر للمملكة وشعبها الوفي. سيدي حضرة صاحب الجلالة، إن المحافظة الشمالية تستقي من نبراس جلالتكم المنير وتستنير به في رسم سياساتها في تعزيز قيم الولاء والانتماء وتوثيق اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية وحفظ الأمن والاستقرار والالتزام بنهج الشراكة المجتمعية والسعي إلى حفظ تماسك المجتمع البحريني في نطاقها الجغرافي والإداري دون تمييز، محققة بذلك روح الأسرة الواحدة والتكافل المجتمعي ومبادرات العمل الخيري. هذا مشروع بيوت الخير الذي تعكف المحافظة الشمالية على استمراره ونجاحه، ويهدف إلى رعاية واحتضان الأسر المتعففة، يأتي بعد توفيق من الله عز وجل ثم منطلق نهج جلالتكم حفظكم الله في أعمال المؤسسة الخيرية الملكية التي يشهد لها القاصي والداني لما تقوم به من أعمال خيرية وإنسانية تخطت حاجز المحلية، وبتوجيهات معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية الموقر بتعميم مشروع بيوت الخير على كافة المحافظات وبالشراكة مع القطاع الخاص وعلى صعيد العمل المجتمعي واحتضان الشباب والناشئة. تقيم المحافظة الشمالية برنامجاً صيفياً سنوياً يستقطب مختلف فئات المجتمع من الجنسين في برامج تعمل على تعزيز قيم الولاء والانتماء تحت ظل راية جلالتكم حفظكم الله، وتأهيل الشباب والناشئة لممارسة أدوارهم في خدمة وطنهم وتنمية مهاراتهم الفردية وتوعيتهم بالاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل المجتمعي بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع ويعزز الأمن والسلم الأهليين. سيدي حضرة صاحب الجلالة، وانطلاقاً من توجيهات وحرص جلالتكم لإحياء المهن القديمة ورعايتها واستمرارها كونها تعكس اليوم البحريني الهوية البحرينية الأصيلة التي تتمتع بموروث شعبي زاخر، استضافت المحافظة الشمالية فعاليات تحدي الموروث على ساحل أبو صبح في قالب ترفيهي تنافسي ساهم بشكل فعال في لفت الأنظار إلى ضرورة إحياء المهن القديمة. هذا الحدث ما كان ليتحقق لولا الدعم والمساندة من نجلكم حفظه الله سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالتكم للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والرعاية الكريمة من نجلكم حفظه الله سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الأمر الذي انعكس كمرحلة أولى في تحقيق نتائج باهرة في دعم مشاريع الموروث الشعبي في مملكتنا الحبيبة. سيدي حضرة صاحب الجلالة، هذه مدينة سلمان إحدى مشارع عهد جلالتكم الميمون، والتي شرف جلالتكم تدشينها شاهدة على ما تسعون حفظكم الله لتحقيقه من خير ورخاء وعيش كريم لأبناء شعبكم الوفي، محققة حلم الكثيرين من أبنائكم المواطنين في توافر رغد العيش الكريم. فمدينة سلمان تضم كمرحلة أولى 3,000 وحدة سكنية يقطنها ما يقارب 20,000 من أبنائكم المواطنين، ولكي تكون مدينة نموذجية وتكتمل حسب رؤية جلالتكم الثاقبة نطمح بإصدار توجيهات جلالتكم رعاكم الله على الشروع في توفير وتكامل الخدمات الأمنية والصحية والتعليمية والاجتماعية والدينية والرياضية والترفيهية حتى تكتمل صورة المدينة العصرية الحديثة التي تنشدونها جلالتكم لشعبكم الوفي. وإننا إذ نجدد لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم العهد والبيعة، فإننا نقف صفاً متراصاً واحداً خلف قيادة جلالتكم، وأرواحنا فداء للذود عن الوطن، رافضين التدخلات الخارجية في شأننا المحلي، مؤيدين كافة الإجراءات التي تكفل حفظ أمننا ومجتمعنا من عبث العابثين، معاهدين جلالتكم على البناء والتقدم
وحماية مقدراتنا ومكتسباتنا الوطنية، وحفظ وأمن استقرار واستقرار مملكتنا الغالية، والدفاع عن مليكنا ومملكتنا وصونها ورفع رايتها خفاقة في كافة الميادين، سائلين الله العلي القدير أن يعم الأمن والسلام في ربوع خليجنا العربي هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم. حفظكم الله ورعاكم سيدي، وأدام على البحرين أمنها واستقرارها وتقدمها ورخائها وعزها تحت ظل قيادة جلالتكم الحكيمة، ودمتم بحفظ الله ورعايته سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع كلمة أهالي المحافظة الجنوبية يلقيها أمام جلالتكم الدكتور عبد الله يوسف المطوع. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظكم الله ورعاكم، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفنا يا صاحب الجلالة أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام جلالتكم الكريم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعود هذا الشهر الفضيل على جلالتكم بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظكم ويسدد على طريق الخير خطاكم، واجعلكم ذخراً وسنداً للبحرين، إنه سميع مجيب الدعوات. سيدي صاحب الجلالة، إنه يوم فخر وعز ومناسبة قارية على قلوبنا جميعاً بأن نتشرف بالوقوف أمام مقام جلالتكم الكريم. فنحن يا صاحب الجلالة أبناء المحافظة الجنوبية العزيزة عليكم المخلصين وجنودكم البواسل رهن إشارتكم، فأنتم الوالد والقائد والحامي، وما هذا اللقاء الأبوي الذي نتشرف فيه إلا دليل على تواصلكم الدائم واهتمام جلالتكم الكبير بشعبكم الوفي المخلص. الأمر الذي يؤكد اهتمام جلالتكم في الحفاظ على التواصل كأسرة واحدة لتتوحد فيه القلوب، ونجدد لمقامكم السامي الولاء والطاعة والوفاء، فلجلالتكم بالغ الشكر والتقدير على هذا الاستقبال التاريخي الميمون. سيدي صاحب الجلالة، إنه بفضل التوجيهات السامية لمقام جلالتكم الكريم فقد شهدت المحافظة الجنوبية مسيرة تطوراً وتقدماً حافلة بالعطاء شملت كافة مناطق وأرجاء المحافظة، ولم يتحقق هذه الطفرة العمرانية الكبيرة والازدياد في المشاريع والخدمات إلا بفضل توجيهات جلالتكم. سيدي جلالة الملك المفدى، بكل فخر وعزة نتشرف نحن أهالي المحافظة الجنوبية أن نرفع لمقامكم السامي خالص الولاء وصادق الانتماء والوفاء العميق، ونعاهدكم على تجديد البيعة لجلالتكم وللوطن الغالي، مخلصين العهد صادقين الوعد في المضي خلف قيادتكم الحكيمة، وما تمثل لنا من دلالة وما تجسده مملكة البحرين من المنعة والسياج الحصين التي نمت وتطورت بفضل رعاية جلالتكم واهتمامكم، وأننا باقون على العهد والوفاء كما عهدتمونا جنودا مخلصين مؤيدين لسياسة جلالتكم الرشيدة ونهجكم الحكيم بجهود جلالتكم البارزة للسعي نحو تحقيق الاستقرار والسلام في هذه المنطقة الحيوية من العالم. داعين الله العلي القدير أن يحفظكم ويهب لكم العزة والرفعة لينعم الوطن في ظل قيادة جلالتكم الحكيمة ونهجها القويم في إرساء العدل والخير والوفاء لأبنائكم في ربوع مملكتنا الحبيبة الناهضة بعهد جلالتكم الزاهر. سيدي جلالة الملك،
إن المحافظة الجنوبية تفتخر اليوم بتاريخها العريق ومعالمها الأثرية والوطنية والتاريخية التي تجعلها وجهة أساسية للتنمية والثقافة والعلم والخير، وبعطاء أبنائها المخلصين على مر الأزمنة لتقبل على العديد من المشاريع التنموية والمرافق الحيوية البارزة التي تحقق الحياة الكريمة لأبناء مملكة البحرين، وذلك في ظل حرص الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تهيئتهما كل ما من شأنه دعم المسيرة التنموية في المحافظة الجنوبية. وفي ظل الوحدة الوطنية وتأصيل قيمنا الإسلامية فإن لدينا القناعة التامة بأن نسيجنا الوطني الحي لهو خط دفاعنا الأول، وذلك بتماسك جبهتنا الداخلية لصد كل أشكال العنف والتطرف وإحباط أي محاولات لإثارة فتن شق الصف، مشددين بضرورة الابتعاد عن سوء استخدام الوسائل أو وسائل التواصل الاجتماعي التي يجب أن تستخدم لما فيه خير البلاد وشعبها. وفي هذا الصدد نشيد وبشدة بدور الأجهزة الأمنية المختصة في تنفيذ القانون ومواجهة من يخالف ومن يخالفه بفعالية وحزم. سيدي صاحب الجلالة، وبهذه المناسبة العظيمة يسرني أن أعرب عن إشارتنا وتقديرنا للجهود الوطنية المخلصة التي يقوم بها سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، وذلك في تنفيذ توجيهات جلالتكم السديدة من خلال تواصل سموه المستمر واهتمام بخدمة أهل المحافظة الجنوبية وتلبية كافة احتياجات أبنائها. هذا الحرص يعود لتلقى جلالتكم ودعمكم لسموه حيث حققت المحافظة العديد من الإنجازات شملت كافة الميادين. واسمحوا لي يا صاحب الجلالة أن أعبر لكم عن خالص الشكر والتقدير على بالغ وعظيم الشرف بهذا الاستقبال الكريم، ونسأل المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويعود شهر رمضان عجلتكم وأنتم بأتم الصحة والسلامة، ودمتم يا سيدي ويا مولاي سالم موفقين، عشتم وعشت مملكة البحرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم تشرف أهالي المحافظات بالسلام على جلالة الملك المفدى، حيث رفعوا خالص التهنئة والتبريك وأطيب الأمنيات إلى جلالته بهذا الشهر المبارك، ضارعين إلى المولى أن يعيده على جلالته بوافر الصحة والخير والسعادة، وأن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة النماء والتطور لتعزيز نهضة الوطن ومكتسباته وتحقيق تطلعات أبنائه في مزيد من التقدم والازدهار والرخاء، معربين عن سعادتهم بلقاء جلالته وعميق شكرهم وامتنانهم لما يليه جلالته من اهتمام ورعاية بمصالح وقضايا المواطنين وتأمين الحياة الكريمة لهم على كافة المستويات، وما تشهده محافظات المملكة من مشروعات تنموية وإسكانية وتطويرية كبيرة بفضل توجيهات جلالته السامية الكريمة.
وقد بادلهم جلالة الملك المفدى يده الله ورعاه التهنئة بهذا الشهر الفضيل، سائلا الله أن يعيدها على أهل البحرين جميعا بالخير والأمن والإيمان.